الى الجمهوريه الفرنسيه. بالتاكيد انتخابات فرنسا بالامس كانت يعني هي المصدر او الخبر الرئيسي على كل نشرات الاخبار عبر العالم. تاهل طبعا المرشحان الفرنسيان ايمانويل ماكرون وماري لوبان للدوره الثانيه في الانتخابات الرئاسيه الفرنسيه اللي هتجرى ان شاء الله في يوم 7/5 اللي جاي 7 مايو بعد فوزهم في الدور الاول امبارح. طبعا زعيم حركه الى الامام ايمانويل ماكرون حصل على في طبعا وفقا للنتائج الجزئيه حصل على 24% من الاصوات. اما زعيمه حزب الجبهه الوطنيه ماري لوبان حصلت على 21.8% من الاصوات، ده بحسب النتائج الاوليه اللي تم اعلانها. جه في المركز الثالث مرشح حزب الجمهوريين اليميني فرانسوا فيون ب 19.9% من الاصوات، وبعد كده مرشح اليسار المتطرف جون لوك ميلونشون ب 19.3%. اسمحوا لي بينضم لي عبر الهاتف الزميل الكاتب الصحفي خالد شقير من باريس. استاذ خالد اهلا وسهلا بك يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. مساء النور، اهلا وسهلا بيك. قراءتك للنتائج اللي حصلت امبارح في الانتخابات الاوليه الفرنسيه؟ بالتاكيد يعني مشهد غير مسبوق في تاريخ الجمهوريه الخامسه او الجمهوريه الفرنسيه، عدم وجود اكبر حزبين، الحزب الاشتراكي والحزب المحافظين اليميني الديبولي، تعتبر يعني صدمه قويه جدا وهزه لكل يعني كل متابعين السياسه على مدار 50 سنه. الفرنسيين تعودوا على تصدر المشهد لاكبر حزبين وحزب الاشتراكي والحزب اليميني، واعتقد ان هذه النتائج اصابت الفرنسيين في صدمه. طبعا اسمح لي ان اقول ان فرنسا لاول مره في تاريخها يعني يتم عمل انتخابات في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلد، ظروف استثنائية تعيشها. طب هل الظروف الاستثنائية دي يا أستاذ خالد هي اللي خلت الفرنسيين يصوتوا للوبان؟ يعني الطوارئ والإرهاب اللي كان بيضرب فرنسا في الفترة اللي فاتت هي اللي دعمت اليمين المتطرف؟ يعني إذا كان الكلام ده مظبوط ما كانش ماري لوبان فاز، ما كانش أيامها في إرهاب، وكان الكلام ده في 2000 ده والدها جان ماري لوبان. جان ماري لوبان نفسه. فأنا أعتقد أن أهم ما يعني ما يهم الفرنسيين هو البورتوفاي، يعني المحفظة بتاعتهم أو العملية الاقتصادية، القوة الشرائية لهم انخفضت بطريقة كبيرة جدا. لكن بالتأكيد أكد على كلام حضرتك أن الإرهاب والضربة الأخيرة التي ضربت فرنسا واستشعار الفرنسيين وخوفهم من بعض من هذه العمليات والإسلاموفوبيا اللي انتشر في الفترة الأخيرة ساهم بدرجة كبيرة جدا جدا في صعود ماري لوبان، وأعتقد بالإضافة إلى السياسة الأوروبية أو تحكم الاتحاد الأوروبي فيما يخص السياسه الاقتصاديه الفرنسيه. هنتابع بالتاكيد يا فندم ايه اللي هيحصل يوم 7 مايو اللي جاي 7/5 باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ خالد شقير الزميل الكاتب الصحفي من